المباني المتصدعة هي الأكثر عرضة للانهيار بوقت حدوث الزلزال. يعني إحنا شهدنا أن المباني هي كانت سليمة، ومباني وأبراج انهارت بقوة الزلزال في تركيا وسوريا، فكيف بالك إذا عم نحكي عن مباني أصلا متصدعة ومتهالكة، وهي يعني ما بتتحمل أحمالها الطبيعية، فأكيد هي حتكون الأكثر عرضة للانهيار وقوع الزلزال. وبالتالي إن شاء الله ما معرض لحنا لزلزال بهذه القوة، وإن كنا دائما يعني خط زلازل ممكن بأي لحظة يصير زلزال وممكن ما يصير، ونحن فترة هذا تقريبا يعني بلشنا ننتهي من الهزات الارتدادية وبنرجع لنقطة البداية. الناس مش لازم تصيبها هلع من جديد، بقى ترجع لحالة طبيعية وبنعيش حياتنا، لأنه وصلنا لمرحلة مثل قبل الزلزال.